احنا في سنه كام هجريه؟ 1439 1443 1954 سنه 1418 حاجه زي كده. ده ايه السؤال المحرج ده؟ لا والله مش عارف. ميلاديا ماشي 1440 النهارده السنه الهجريه طبعا احنا 2416 17 حاجه زي كده. احنا 1862 1439 سنه 1445 1441 النهارده 1441 ان شاء الله 1441. رجب رمضان محرم بك. ايوه الصراحة لا. يناير فبراير اغسطس مايو شعبان رمضان. شو يعني شو شكل ذي الحجة ذي القعدة رمضان شوال ممكن بقى نكمل بالميلادية يعني دول ممكن نسمعه شعبان رمضان شوال رجب ايه تاني يا رب محرم زل لا محرم زل قاعدة زل حجة شعبان رجب يعني انا حفظهم بس هي متلخبط شوية يعني مش كلها يعني محرم زي الحجة ده انا نسيتهم فعلا شعبان رمضان رجب شوال بس كفايه كده ذو القعده ذو الحجه شوال صفر بالترتيب صفر محرم ربيع اول ربيع اخر جمد اول جمد اخر رجب شعبان رمضان اللهم صل على النبي. لا انا بتخبط فيهم بس يعني خلينا على لا خلينا كده كويس بلاش تصدمك يعني مش بالترتيب يعني بس حافظهم مش بالترتيب يعني اقول يعني في ذو القعده ذو الحجه محرم رمضان شوال شعبان حافظ رمضان وشعبان وشوال وذو الحجه وذو القعده وكده يعني محرم صفر جمال جماد اول جماد تاني ربيع اول ربيع تاني رجب شعبان رمضان شوال ذي القعده ذي الحجه.